الواجبات المنزلية هي أعمال وتمارين يأمرنا بها الأستاذ القيام بها في المنزل، لكنها كثيرة ويومية لدرجة أننا نتكاسل ونتهاونها، لكنها تعزز وتساعد المتعلمين على الاحتفاظ بدروسهم القبلية ويطور عادات دراستهم والتعليم المستقل، ويشجع المتعلمين على حصول الموارد كالقواميس. ويمكن أن يكون أداة تقييم مفيدة كجزء من التقييم المستمر. يحفز المدرس طلابه على أهمية الواجبات المنزلية من خلال توضيح مدى أهمية الواجبات المنزلية لمصلحة الطالب والغرض منها، كما تكون ذات صلة مثيرة والاهتمام ومتنوعة وتساعد على محو الفجوة بين المدرسة والمنزل. يمكن الطلاب والمتعلمين والأولياء الأمور مراقبة التقدم ويوفر الاستمرارية بين الدروس، ويمكن استخدامه كأداة توحيد بين الصفوف الدراسية. فأهمية الواجبات كبيرة، فنقوم بها لنحسن معدلنا.